بيقولوا إن القرآن الكريم فيه طلاسم، زي أفتح كتاب نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، أفتح سورة فيه ألاقيها بتقول كاف ها يا عين صاد. سؤال صعب. السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة ممكن يكون صعب في نظر بعض الناس، لكن في الحقيقة إنه على النقيض من ذلك تماما. بالعكس، لما تسمع الحلقة هتعرف إنه سؤال سخيف. أصحابنا فتحوا القرآن الكريم فلقوا إن القرآن الكريم فيه ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو لقوا كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أو لقوا حاميم والكتاب المبين، وقالوا إن القرآن الكريم فيه كلمات ملهاش معاني. والحقيقة إن كل ما أسمع الشبهة دي بالذات أقول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أحيانا مش بتحتاج إنك ترد على الشبهة قد ما بتحتاج إنك تعلم اللي قدامك إزاي يسأل السؤال الصح. الحروف في أي لغة في الدنيا بتنقسم لقسمين، القسم الأول اسمه حروف مباني، القسم الثاني اسمه حروف معاني. حروف المباني حروف ليس لها معنى في ذاتها، ولكن بتشترك مع حروف أخرى فتكون كلمات لها معاني. على سبيل المثال، حرف الألف حرف ملهوش معنى، لو سألت أي حد في الدنيا قلت له إيه معنى حرف الألف مش هيعرف يرد، لأنه في الحقيقة حرف ملهوش معنى. حرف الب حرف ملهوش معنى، لكن الألف مع الباء بيكونوا كلمة لها معنى، ألا وهي كلمة أب. حرف الألف زي ما قلنا في ذاته ملهوش معنى، حرف الميم ملهوش معنى، لكن الاتنين مع بعض بيكونوا كلمة لها معنى، ألا وهي كلمة أم. وده مش في اللغة العربية بس، لكن أي لغة في الدنيا فيها نفس الشيء. على سبيل المثال، حرف الـ إيه معناه؟ حرف البي إيه معناه؟ حرف الإف، حرف السي، حرف الدي إيه معناهم؟ الحروف دي كلها ملهاش معاني، ولكن الحروف بتشترك وتتشابك بعضها مع بعض فتكون بعد ذلك كلمات لها معاني. القسم الثاني من الحروف اسمه حروف معاني، حروف لها معنى ولكن في غيرها. يعني مثلا حرف الجر فيه بيدل على إن شيء داخل شيء، حرف الجر على بيدل إن في شيء على شيء. إذا أفهم من كده إن الحرف إذا كان حرف مبنى ملهوش معنى، وإذا كان حرف معنى ليه معنى ولكن في غيره. تعالوا نرجع كده ونشوف الحروف اللي موجودة في فواتح سور القرآن الكريم اللي إحنا كمسلمين بنسميها حروف مقطعة. نجد إن اللي موجود في فواتح سور القرآن الكريم ألف لام ميم، لا هو في ولا هو على ولا هو من. الألف حرف مبنى، اللام حرف مبنى، الميم حرف مبنى، كاف ها يا عين صاد كلها حروف مباني. إذا ما ينفعش إنك تسأل سؤال وتقول لي الحروف دي إيه معناها، لأن الحروف في أي لغة في الدنيا ملهاش معنى. إذا سؤالك أنت غلط. إذا مرة تانية أقول له إن سؤالك غلط، لأن الحروف اللي موجودة في فواتح سور القرآن الكريم هي حروف مباني، حروف ملهاش معنى عند الإنسان، ولكن ممكن تشترك مع غيرها فتكون كلمات لها معاني. ألف لام ميم ملهاش معنى عندي أنا، كاف ها يا عين صاد ملهاش معنى عندي أنا، قلنا لأنها حروف مباني مش حروف معاني. صاحبنا هيقول لي إذا كانت الحروف دي حروف مباني ملهاش معنى عندي أنا كإنسان، ممكن يكون لها معنى آخر عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه الله سبحانه وتعالى حطها في فواتح سور القرآن الكريم؟ إيه الفايدة إني أفتح سورة البقرة مثلا ألاقي في سورة البقرة ألف لام ميم وفي الآخر ترجع تقول لي إن الحرف ده ملوش معنى؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى وضعه في القرآن الكريم؟ إيه الحكمة؟ هنا أقول إن سؤالك أصبح صح، إن الحروف إذا كان ملهاش معنى عندي أنا كإنسان، لماذا وضعها الله عز وجل في فواتح سور القرآن الكريم؟ إيه الحكمة من وجودها في القرآن الكريم؟ دلوقتي زي ما قلنا سؤالك أصبح سؤال صح. الحكمة الأولى من وجود الحروف المقطعة اللي ملهاش معنى عندي أنا ولكن ممكن يكون لها معنى عند ربنا سبحانه وتعالى في فواتح سور القرآن الكريم، إن ربنا سبحانه وتعالى تحدى المشركين إن هم يجيبوا قرآن زي القرآن، فقال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله سبحانه وتعالى تحداهم إن هم يجيبوا قرآن زي القرآن مكون من 114 سورة مكون من 6236 آية، فعجز المشركين ان هم يجيبوا قرآن زي القرآن. فلما عجزوا ان هم يجيبوا قرآن زي القرآن الكريم كامل اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى خفف عليهم التحدي من 114 سورة ل 10 سور بس،
فربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة هود بيقول: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. الله سبحانه وتعالى بيقول لو معرفتوش تجيبوا 114 سورة هاتوا 10 سور بس. فلما عجزوا ان هم يجيبوا 10 سور من سور القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى خفف عليهم التحدي مرة ثالثة وطلب منهم ان هم يجيبوا سورة واحدة بس من سور القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا برضو ان هم يجيبوا سورة واحدة من سور القرآن الكريم. إذا ركز كده معايا، الله سبحانه وتعالى طلب منهم ان هم يجيبوا 114 سورة من سور القرآن، قرآن زي القرآن، فعجزوا. فخفف ربنا سبحانه وتعالى عليهم التحدي وطلب منهم ان هم يجيبوا 10 سور بس من سور القرآن الكريم فعجزوا. فربنا سبحانه وتعالى خفف عليهم التحدي للمرة الثالثة وطلب منهم ان هم يجيبوا سورة بس من سور القرآن الكريم، برضو عجزوا. فأراد ربنا سبحانه وتعالى ينبه العرب اللي عجزوا يجيبوا قرآن زي القرآن حتى ولو سورة من سور القرآن الكريم: انتم امراء الفصاحة وملوك البيان، القرآن الكريم مكون من جنس الحروف اللي انتم بتتكلموا بيها وبتقولوا بيها الشعر. فالقرآن الكريم مكون من حرف الألف وحرف اللام وحرف الميم، مش من لغة تانية ليها حروف غريبة عليكم. وإذا كان القرآن الكريم مكون من جنس الحروف اللي بتتكلموا بيها وبرضه ما عرفتوش تجيبوا قرآن زي القرآن، إذا القرآن الكريم كلام ربنا سبحانه وتعالى. لأنه لو كان كلام بشر، أنتم بشر وبتعرفوا في الفصاحة والبلاغة والبيان، كان ممكن تألفوا قرآن زي القرآن. مش الإعجاز إني بعرف فرنساوي وأنت ما بتعرفش فرنساوي وأقول لك بتعرف تقول قصيدة باللغة الفرنسية فتعجز، ولا الإعجاز إني بتكلم أسباني أحسن منك وانت ما بتعرفش تتكلم باللغة الأسبانية. ولكن الإعجاز الحقيقي إنك تكون عندك لغة بتعرف تتكلم بيها كويس وممكن تقول بيها شعر، الشعر ده بيتكتب في معلقات كانت بتتعلق على الكعبة، ممكن الراجل ما بيعرفش القراءة والكتابة ويطلع في سوق شعري كان موجود عند العرب، سوق عقاظ أو سوق ظلم جنة، ويقول قصيدة شعرية مكونة من 100 بيت أو 200 بيت. إذن العرب اللغة كانت موجودة عندهم مكونة من الألف واللام والميم، من الكاف والها والياء والعين والصاد، نفس الحروف اللي نزل بها القرآن الكريم، ومع ذلك ما عرفوش يجيبوا قرآن زي القرآن. الحكمة الثانية من وجود الحروف المقطعة في فواتح سور القرآن الكريم، بنسأل سؤال ونقول: إيه هو الفرق بين الأمي والقارئ؟ الفرق بين الأمي والقارئ مش في البلاغة ولا البيان ولا الفصاحة ولا جنس التكلم، بالعكس ممكن يكون الإنسان الأمي أفصح من إنسان حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية لأنه تعلم اللغة العربية بالسليقة، أما الراجل اللي حصل على شهادة الدكتوراه حصل عليها متأخر وهو عمره كبير. إذا كان الفرق بين الأمي والقارئ مش في الفصاحة ولا بمجرد الكلام، طب إيه الفرق بين الأمي والقارئ؟ الفرق بين الأمي والقارئ إن الأمي لا يعرف مباني الكلمات. لو سألت الأمي اسمك إيه هيقول لك محمد مثلا أو علي أو أحمد أو فلان، لكن تقول له استهج ما يعرفش يستهج، بينما صاحب شهادة الدكتوراه يعرف مما تتكون منه الكلمات. الأمي ممكن يحفظ قصيدة شعرية ويقولها أحسن من 1000 إنسان مع دكتوراه، لكن مع ذلك تقول له استهج القصيدة حروفها مكونة من إيه ما يعرفش. إذن الفرق بين الأمي والقارئ مش في جنس التكلم، ولكن الفرق هو في معرفة مباني الكلمات، وهو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد يوضحه في وجود الحروف المقطعة في فواتح سور القرآن الكريم. أراد ربنا سبحانه وتعالى ينبه العرب اللي ادعوا إن القرآن الكريم من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي ألفه تأليف. الله سبحانه وتعالى بيرد عليهم رد عملي في القرآن، بيقول لهم إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام رجل أمي لا يعرف مباني الكلمات، لو قلت له إيه هو حرف الألف وحرف اللام وحرف الميم ما يعرفش، بينما القرآن الكريم بتبدأ سوره وحروفه بألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد، والنبي محمد زي ما قلنا ما يعرفش مباني الكلمات. إذن هذا القرآن لا يمكن أبدا يكون من عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي محمد رجل أمي لا يعرف مباني الكلمات، ولكنه من عند آخر ألا هو من عند الله سبحانه وتعالى. ما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل لايك للفيديو، شير للحلقة، سبسكرايب للقناة، وممكن تشوف الحلقات اللي فاتت من هنا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.